الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا. سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الجمع الكريم، ضيوف الرحمن، عمار بيت الله، هذه الوجوه الطيبة، وهذه السرائر النقية، وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة، أحييها جميعا بتحية الإسلام العطرة وتحية الإسلام السلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وطبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وبداية، كما هو أدب الإسلام الرفيع الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا أتقدم باسم الخاص وباسم رواد هذا المسجد وكذلك ضيوفه بأسماء معاني الشكر وبأسماء عبارات الامتنان لصديقي العزيز، ونحن نشط تحت قبته وهو مدير القطاع صديقي عليم لشؤون الدينية والأوقاف لولاية بومداس، كذلك صديقي العزيز أمينه العام الصديق أيضا الشيخ سليمان، والصديق العزيز الشيخ سمير تهريب الذي عرفته منذ سنوات في بلكور حينما كنت خطيبا في مسجد خالد بن الوليد، وهذا أيضا مسجد خالد بن الوليد، فنحن ندور بين خالد وخالد. نشكرهم جميعا على هذا التأطير الجيد لهذه الدورة في طبعتها الخامسة، وكنت أتابعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقد حصل لي كامل الشرف أن أكون أيضا ضيفا في هذه الطبعة، في هذه الطبعة الخامسة، في موضوع بالغ الأهمية يتعلق بتزكية النفس وتهذيبها، حيث جمعت هذه الدورة ركنين عظيمين من أهم أركان التنشئة الصحيحة للأجيال. الركن الأول يتمثل في العلم الصحيح النافع، ولم تقتصر هذه الدورة على علوم الشريعة، بل فيها من العلوم المتعلقة أيضا بدنيانا، بإعمار دنيانا. والركن الثاني العظيم هو ركن التزكية، لذا هذه الدورة حتى ولو كانت في منتصفها هي ناجحة بامتياز، لأن أخذت بركنين عظيمين كما قلت من أهم أركان التنشئة الصحيحة، لأنه إذا اختل أحد الركنين كانت التنشئة معوجة كما نقل عن الإمام مالك وعن غيره، أن الذي يأخذ العلم دون تزكية فإن هذا العلم يقوده إلى الهاوية، يضل بعلمه، قد يتكبر بعلمه، والذي يأخذ تزكية أو سماه تصوفا دون علم فإنه قد يتزندق أيضا، يخرج عن الجادة. فلابد من هذين الركنين لكي ينشأ الإنسان تنشئة صحيحة، ولكي يبقى على النهج القويم المعتدل، وهذا أهم شيء يجب أن نهتم به وأن نعنى به في إعمار بلدنا وفي خدمة ديننا، هو الاعتدال، منهج الاعتدال. وقد رأينا في سنوات عجاف المناهج التي تخرج عن حد الاعتدال والطرائق التي تخرج عن حد الاعتدال، إن باسم العلم وإن باسم التربية وتحت أي شعار كان، لأن الفطرة التي فطر الإنسان عليها هي فطرة الإسلام المعتدلة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الوسطية. والمنهج المعتدل الذي يتفق وينسجم مع الفطرة هو المنهج القويم الذي يوصل. لذا
كثير منكم ربما هم أكبر منا سناً وأكثر منا تجربة، عشتم سنوات ماضية منذ بدايات الصحوة في الجزائر وفي غيرها، أن المناهج المتطرفة كلها لا توصل، تنقطع بأصحابها، حتى ولو كان حتى ولو رفع شعارا جميلا يتبعه، ما دام أنه لم يتبع الطريق الوسط المعتدل الذي ينسجم مع الفطرة، لأنه كل شيء لا ينسجم مع الفطرة فهو تكلف، والتكلف لا يصل. شحال يقدر يتكلف؟ يتكلف عام عامين. قضية الدين وقضية الالتزام هي قضية حياة، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان الذي يخرج عن جادة الاعتدال، عن المنهج الوسطي الذي وصفه لنا أسلافنا، هذا الإنسان مهما طال به العمر ومهما تكلف وتصنع فإنه سيعود إلى طبعه. وفي كثير من الأحيان تجد كثيرا من الناس تركوا الدين جملة وتفصيلا. وأعيد وأؤكد وأكرر، مهما كان الشعار الذي يرفعه الإنسان، حتى يقول لك أنا أتبع العلم الصحيح، أنا أتبع الكتاب والسنة، أنا أتبع، مهما كان هذا الشعار، إن خرج عن منهج الاعتدال والوسطية فإن الطريق ستنقطع به، والواقع خير دليل على ما أقول. فمنهجنا هو منهج الأسلاف الذي سطره علماؤنا آباؤنا وأجدادنا من علماء هذه الأمة، وعلى رأسهم علماء جميع علماء المسلمين، شيخ عبد الحميد بن باديس، شيخ عمر بن قدور وغيرهم، والشيخ بشير إبراهيمي الذي تحمل هذه الدورة اسمه وهو أشهر منا على علم. إذن هذه الدورة كما قلت هي ناجحة قبل أن تنتهي. لماذا؟ لأنها نهجت نهج الوسطية والاعتدال، وإلا لم نكن نحن هنا. لو لم تكن هذه الدورة دورة معتدلة ووسطية لما كنت معكم، ولما كان الشيخ سليمان معكم، ولما كان خيرة الأساتذة والمشايخ معكم. من ذا الذي يريد أن يكون في دورة خرجت عن منهج الوسطية والاعتدال؟ الأمر الثاني أن أعجبني في هذه الدورة هو أنها جمعت مختلف العلوم والفنون، لم تقتصر على فن واحد أو على علم واحد، بل جمعت بين علوم الشريعة كما قلت بعض العلوم التي نحتاجها كالبرمجة وما إلى ذلك، وأظن فيها دورة في الخياطة وفي الحلويات. لا، هذيك درنا دورة في التمريض. في التمريض، وهذه المرة كانت دورة في التصميم. اليوم في التصميم، يعني البرمجة الحاسوبية أو فوتوشوب. ما شاء الله، وإحنا تاني نجيو نقرا معكم. إذن هذا أمر يحسب لهذه الدورة، هذه المسألة مسألة مهمة جدا. هناك علم النحو، أظن عندك الشيخ سليمان، علم النحو مقدمة الآجرومية وهي من أحسن المقدمات في علم النحو. أيضا هناك دورة في رواية ورش. هذه العلوم يحتاجها الإنسان، يحتاجها المبتدئ، يحتاجها طالب العلم. لذا كما قلت هذه الدورة قد كتب لها النجاح منذ بداياتها، لأن البدايات إذا كانت مشرقة فإنها تنبئ بالنهايات المشرقة. فلله الحمد والمنة أولا وآخرا، ثم بعد ذلك الفضل والشكر للقائمين على هذه الدورة وعلى رأسهم الشيخ سمير صديق العزيز، وكذلك الطاقم المرافق له والعامل. طبعا نحن لا نعرفهم، ولكن الله يعلمهم، وهذه الجهود سيكتب الله عز وجل لها الأجر والقبول والثبات والديمومة والاستمرارية بحول الله تبارك وتعالى، وكل يجزى أجره كاملا موفورا غير منقوص، لأن الله تبارك وتعالى هو الكريم هو الجواد. سأبدأ كلامي بمقدمة لطيفة، ثم بعد ذلك أحيل الكلمة إلى الشيخ سليمان حتى نتعاون على إدارة هذه الجلسة المباركة المتعلقة بآداب طالب العلم. طبعا في هذا المجال حينما نتكلم عن آداب طالب العلم فنحن نتكلم في باب التزكية، في باب التربية، في باب التهذيب، تهذيب الخلق، في باب التصوف كما هو المصطلح المشهور سلفا وخلفا عند السلف وعند الخلف. كل هذه المصطلحات تدور في فلك واحد هو تهذيب النفس وتزكيتها. في مقدمتي بودي أن أركز على بعض النقاط على السريع أراها ضرورية
وبالغة الأهمية. المسألة الأولى كنت قد أشرت إليها، وهي أن أركان التنشئة الصحيحة، تنشئة الأجيال، وهذه الدورة موجهة للأجيال، يعني الغالب هم شباب، هذا لا يعني أن كبار السن لا يحضرونها. العلم والتزكية لا حد لهما ولا عمر لهما، اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. فهاتان الركيزتان من أهم ركائز أو من أهم وظائف المعلمين والمربين، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو شعار الدورة، وهذا هو شعار كل الدورات العلمية التربوية. لابد أن نجمع بين علم نافع وبين تزكية مضبوطة بضوابط الشرع. التزكية أو التربية لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع. في بعض الأحيان الإنسان قد يتوهم بأنه يزكي نفسه، ولكن حينما لا يضبط التزكية بضوابط الشرع كما قلت يخرج إلى حد الزندقة وإلى حد الابتداع. لذا كان الشهيد العلامة الكبير المربي سيدي محمد سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله حينما يتكلم في هذا الباب، وهو شرح الحكم العطائية وشرح رياض الصالحين، المهم له سلاسل كثيرة جدا في هذا المجال، سلاسل علمية وسلاسل تربوية، حينما يتكلم عن تصوف أو عن التزكية سميه كما شئت، يقول في بعض الأحيان الإنسان لقلة علمه فإنه يقع في الخطأ من حيث لا يدري. وذكر مثالا عن بعض الطرائق التي ينتهجها بعض الشيوخ لتهذيب النفوس. وأعظم وأخطر مرض يفتك بالقلوب هو مرض الكبر، سنتحدث عنه بعد قليل بحول الله عز وجل. يقول لك الشيخ يوصي المريد، هذه مصطلحات معروفة، يوصي تلميذه لكي يقضي على داء الكبر في قلبه، بماذا يوصيه؟ يعطيه طريقة، لأن التزكية وشنية التزكية وتهذيب النفس هي أن تسلك طرائق أو طرقا وأن تتخذ أسبابا لكي تهذب النفس. فبماذا أوصاه؟ أوصاه قال له اذهب إلى السوق واشتري 3 قلال، قلات علماء كما نسموها احنا، وش نسموها بالعامية، الجرة أو حتى اسم تحرح كيف يسموها؟ القلبة، نعم القلبة. قالوا شيء 3 قلال بحيث كل قلة لا تمس قلة أخرى. الشيخ كان يقصد إلى معنى معين، قالوا حجيب 3 قلال 3 جرار جيبهم من السوق، بس واحدة ما تمس واحدة. طبعا هذا التلميذ أو هذا المريد لما يروح للسوق ويشتري 3 قلال كيف يحملها؟ قال لك عنده حل وحيد، هو أنه يحمل قلة باليمين وقلة بالشمال وقلة بفمه ويجي جاي. طبعا هذا المنظر ما مآله؟ وش هي الغاية تاعه؟ الغاية تاعه هو أن يكسر الإنسان الكبر في قلبه، يعني الإنسان لما يكون في هذه الهيئة هذه معنى كأنه مدروش، كأنه أحمق، الإنسان شاد القلة بفمه ماشي. الشيخ كان يقصد لهذا الأمر هو أن يكسر الكبر في قلبه. وش يقول؟ يعلق الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قدس الله سره ورحمه الله، يقول الغاية مشروعة، غير مشروعة أن الإنسان يقدع الكبر في قلبه، ولكن الوسيلة غير مشروعة. لماذا؟ لأنها تخالف الشرع. المولى عز وجل كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان مكرم، فلماذا يهين الإنسان كرامته؟ هذه الوسيلة تهين كرامة الإنسان، أن الإنسان يريد يمشي في الأسواق ويشار إليه بالبنان يقول شوف لك المهبول لك المجنون. المولى عز وجل لم يأمرك بأن تهين كرامتك، إذا الوسيلة غير مشروعة. لو أمر مثلا بأن يغسل بيوت الخلاء وبأن ينظف المساجد، هذه وسيلة مشروعة داخلة في تنظيف المساجد. هنا ليس يكسر صولة الكبر في قلبه، ما يبقاش الكبر لما واحد فيها باش يتقبل هذا الأمر، يروح يغسل المراحيض يقول لك الوسخ تاعي نغسله، معليش بصح باش نغسل الأوسخ تاع الناس ما قبلهاش. بصح لما الإنسان يروح يغسلها وينظفها فإنه مأجور، وثاني يكسر صولة الكبر في قلبه. وهذه منقولة عن الإمام الشعراوي
حينما كان وزير رحمه حينما كان وزير للأوقاف كان مع السائق تاعو قال له حبسني في هذا المسجد وطول عليه خاف عليك شما يصرالو ذا نزل الى المسجد يحوس عليه فوجده يغسل المراحيض قال له حدثتني نفسي بانني وزير فاردت ان اكسر صولتها بهذه الطريقه طريقه مشروعه اما اني سنتبع طريقه غير مشروعه من اجل ان يصل الى غايه مشروعه فهذا مرفوض لانه ما عندناش احنا القاعده المكيافيليه الغايه تبرر الوسيله لا لابد ان تكون الغايه مشروعه وان تكون الوسيله او السبيل الى الغايه ان يكون السبيل مشروعا على هذه النقطه الاولى بلغت الاهميه عندنا علم نافع وعندنا تزكيه وتربيه صحيحه يجتمعان لكي ينشئ او ينتج لنا منتوجا صالحا اللي احنا نسموه الان المصطلحات المعاصره نقول المواطن الصالح المواطن الصالح هو رجل مؤمن يصير مريقل هذا هو فقط المصطلحات تتغير احنا الان المصطلحات لما نكون في الاعلام او المصطلحات السياسيه يقولوا هذا المواطن الصالح الذي ننشده حتى المنظومه التربويه لما تروحوا تطلعوا على يعني على الكتب التي تؤصل المنظومه التربويه منها القوانين والمراسيم والتعليمات كلها تتحدث عن الغايات وعن الاهداف هذه امور يتكلم فيها المتخصصون في علوم التربيه وش هي الغايات؟ هو ان تنشئ مواطنا صالحا يحب وطنه ويحافظ على وطنه ويحب دينه ويلتزم بتعاليم دينه ومن بعد يدخلوا فيها ما يسمى بالبنيويه الاجتماعيه معناها المواطن ماهوش عايش منعزل وعايش في مجتمع يؤثر ويتاثر المهم هذه الامور معروفه في المنظومه التربويه هذه الغايات غايات بالغه الاهميه نروح النقطه الثانيه مهمه جدا ثم احيل الكلمه الى الشيخ سليمان قضيه المربي ضرورة اتخاذ المربي أو الشيخ كما يقول سيدي ابن عاشر في آخر باب يسمى باب التوبة أو هواد التعرف يقول يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه هذه أبيات حفظناها ونحن صغار ومعروف ابن عاشر يسمى المرشد المعين للضروري من علوم الدين وهي منظومة في المذهب المالكي تبتدئ بباب العقائد ومن بعد باب في أصول الفقه ثم يدخل في الطهارات الطهارة ثم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم باب الحج ثم آخر باب هو باب هوادي التعرف أو باب التوبة يسمى باب التوبة هذان البيتان في آخر باب وهو باب التوبة يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه وهذه المسألة بلغت الأهمية لماذا؟ لأنه في سنوات ماضية والشيخ سمير والشيخ سليمان يعرفان هذا الأمر كانت هناك إشكالية ظهرت وبرزت وللأسف الشديد روج لها أولا العوام وحتى بعض طلبة العلم روجوا لها يقول لك لماذا تتبع الشيخ غير معصوم يعني يدخل لك واحد الاشكاليه واحد الشبهه يقول لك الشيخ غير معصوم يقول لك انا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لانه معصوم اما الشيوخ او الاساتذه غير معصومين وهذا فتح الباب لاتباع الهوى لما ما يكونش عندك شيخ كما قال تعالى بكري من لا شيخ له فالشيطان شيخه شوف هذيك الاشكاليه وهذيك الشبهه اللي يدخلوا منها ظاهرها جميل يقول لك انا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم انا اخذ بالكتاب والسنه ولكن كي تقول ناخذ بالكتاب والسنه هل الكتاب هذا هو شيء القرآن يعني شيء تستطيع أن تأخذ منه مباشرة ولما تقول السنة هل هو شيء نستطيع أن نأخذ منه مباشرة هذا غير معقول لأنك لست مجتهدا فاتخاذ الشيخ ضرورة ملحة ضرورة شرعية دل عليها القرآن والسنة وضرورة واقعية الواقع يشهد لذلك الإنسان تجدون يعني الإنسان ربما كانت له تجارب مع بعض الدعاة الأئمة قارن بين داعية أو إمام أو مرب أو سمه كما شئت تتلمذ على يد المشايخ وبين داعية أو إمام تتلمذ على يد الكتب فرق شاسع من حيث المعلومة لأن الإنسان الذي يأخذ من الكتب حتما سيقع في المعلومة الخاطئة وهذه حدثت نحن ونحن صغار لما كنا نحفظ القرآن الكريم من المصحف احنا حفظته من لوحه مع الشيخ لكن في بعض الاحيان نستعين بالمصحف فنقع في كوارث هذه تذكر احنا في مدرستنا قال ترحي من تشاء وترخي من تشاء
وهي الآية تعجي من تشاء، لأن الإنسان لما يقرأ من المصحف في كثير من الأحيان هناك الخدعة البصرية، يقع خدع البصرية هذا، خصوصا أن الرسم القرآني يختلف في بعض كلماته عن الرسم الإملائي. الصلاة تكتب الصلوات كما ذكر صح المصحف، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال لك خطأ في المصحف، اكتشف خطأ وراح صحها وكتب الحياة في أواخر سورة العنكبوت. وأنا وقعت لي، كان عندنا الإمام عندنا في الجسر قسنطينة، لما كنت صغيرا كان إمام، وده إمام من خيرة الأيمن الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وجدني في المسجد، كنت في المسجد بعد صلاة العصر، جاء عندي كبير جالي كي يدردش معي، مش هو اللي قرأني القرآن ولكن جاي يدردش معي، وهذه هي صفة الأئمة تاع بكري، أنه لا توجد حواجز بين المعلم وبين الطفل الصغير، ما كاينش حواجز، مع الإمام هو مرب للناشئة، ما يجيش حاجز بينه وبين الناس. فجاء عندي ويداعبني، قال لي القانطة في صورة القلم، جاء عندي قال لي يا ولدي، قال لي وش تقرأ؟ قلت نقرأ في صورة القلم، بديت نقرأه حتى وصلت سلهم، احنا كنا نقرأ بوش، سلهم أيهم بذلك زعيم، فأنا قلت له سلهم أيهم بذلك زعيم، قال لي لا يا ولدي سلهم أيهم، الميم بالإسكاء بالسكون، قلت له لا أنا صغير ما نعرفش الأدب مع العلماء، نغالب فيه، هو يبتسم ويضحك، قال يا ولدي سلهم أيهم مش أيهم، ثم تركني وانصرف. فأنا دققت في المصحف، أنا لماذا قلت له أيهم؟ لأن يعني الإنسان لو رجع إلى المصحف الذي كتبه الشيخ الحاج شريفي، وهو من إخوتنا الإباضيين وشيخ فاضل، والمولى عز وجل وضع له القبول لمصحفه، وضع له القبول. كاين الناس تاع بكري حفظوا بردوسي، والآن الحمد لله الوزارة أي طبعته في حلة جديدة، ومعهم الشيخ سليمان وضمن اللجنة، هالناس تاع بكري قرأوا به، أنا ما قريتش به، قرينا بالمصحف تاع شريفي لأنه يناسبنا في الخط وفي الرسم. فلما دققت أنا في الكلمة في الأول، لماذا قلت أيهم؟ لأنه لو تحل الكلمة تلقى بأن الضمة تاع الهاء قريبة من الميم، جاية بين الهاء والميم، فأنا ظننت بأن الضمة فوق الميم. هذا الشيخ هذا الإمام لأنه حفظ باللوح على شيوخه القراءة التوهية كانت صحيحة، أنا كنت مخطئا في قراءتي، لكن لما ذهب خدمها لي، فذهبت إلى المصحف وأخذت أدقق حرف بحرف، أيهم الهمزة فوق الفتحة، ثم الياء فوق شدة وضمة، ثم هذه الضمة هذه تاع الهاء، حتى ولو كانت ديكالية تاع الهاء، إذن الميم ما فيهاش حركة وما فيهاش سكون، والميم كما تعلمون في أحكام الترتيل فيها إخفاء شفوي، لأن الميم بعدها الباء، لذا الميم في المصحف معرضات عن السكون، ما فيهاش السكون، إشارة إخفاء شفوي. فنبهني هذا الإمام، نبهني طبعا ولم يعنف علي، برغم أني غالبته مرتين وثلاثة وأنا أراجعه وأنا كنت مخطئ، لكنه لم يعنفني، أسلوب تربوي، هو ذلك كما يقال القلق التربوي، أرماها عندك وخلها عندك. ومن بعد أنا وحدي اكتشفت بأنني أخطأت، وكان هو مصيبا في 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 الحكم. أتصور لو أني حفظت القرآن وحدي، أحفظه بالخطأ، والأخطاء مثل هذه الأخطاء فوق العد والحصر، لذا يقال لا تأخذ العلم من صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي، مصحفه الذي لقام المصحف ما قراش عليه الشيخ. إذا مسألة اتخاذ الشيخ هي مسألة بالغة الأهمية، والكلام يطول ويطول في هذه المسألة. أوحي الكلمة إلى الشيخ سليمان. طولنا وقت شوي. جزاك الله خيرا دكتورنا الكريم. أنا ذكرني الشيخ وهو يتكلم عن مقصود هذه الدورة، وهي يقصد بها شيئان اثنان جاء بهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بهما والأنبياء من قبله، وهي العلم والتربية. في أربع آيات في القرآن الكريم ذكروا هذا المعنى. الآية الأولى في سورة البقرة عندما قال سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جاءت بعدها ربنا، جاءت بعد هذه الآية ك
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الترتيب تغير، الترتيب تغير. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قدم العلم على التزكية. جاءت الآية بعدها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هي في الترتيب الوجودي العلم قبل التزكية، لكن ثمرة العلم هو التزكية، لذلك قدمها في الذكر. الله عز وجل كأنه يقول سيدنا إبراهيم أن ثمرة العلم هي التزكية، لأن العلم بلا تزكية يعني فساد في فساد، كما نرى في واقع أمرنا اليوم، كما نرى في واقعنا اليوم. ربما حتى هذا الذي يقال عنه علم ليس بعلم، وإنما هي هكذا يعني منثورات يأخذها من بعض المطويات أو من بعض الصوتيات، ثم بعد ذلك يظن بأن هذا علم ويجادل به ربما يعني العلماء، ويجادل به المشايخ الذين أخذوا هذا العلم مسلسلا شيخا عن شيخ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة هي أمة الإسلام. والآية الثالثة في سورة آل عمران، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والرابعة في سورة الجمعة، كذلك هو الذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذا العلم والتزكية يعني يمشيان يعني بتوافق وبتوازن، لا يتخلف أحدهما عن الآخر. لذلك عندما ذكر ابن عطاء الله السكندري قال العلم ما كانت الخشية معه، عندما افتتحنا الدورة ذكرنا عند الإمام أحمد رحمه الله في بغداد عندما نعى لهم بشر الحافي قال مات اليوم عالم، قالوا أعالم هو يا إمام؟ قال نال رأس العلم خشية الله، خشية الله والتربية. واليوم في افتتاح هذه الدورة سمعنا هذه الآيات التي تلاها القارئ بهذا الصوت الشجي الطيب المبارك. هذه السورة تسمى سورة الأخلاق، سورة الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إلى آخر الآية. فجزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات وعلى هذه التنبيهات. ربما كلمة سيدي الشيخ سمير لنسمع منه فله ما يقول. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر السيد المدير الذي وضعني في هذا المكان ولست أهلا له، ولكن كما يقال سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. وأستغل الفرصة لأرحب بالشيخ رشيد كتاب، وقد دخل المسجد وهو جالس في خلفه وليته تقدم. ربي يبارك فيك شيخ، مرحبا بك معنا. وبمناسبة هذه الندوة وعنوانها آداب طالب العلم، كما ذكر الشيخ عماد وأسس لمعنى مهم جدا، وهو أن العلم لا يمكن أبدا أن يبتعد عن الأدب. قال أحد العلماء طلبت العلم 20 سنة فما تعلمت إلا الأدب، ثم طلبت العلم بعد ذلك. يعني 20 سنة هو يمشي العلماء يحاول أن يطلب العلم فما تعلم منهم إلا أدب الجلوس بين يدي العلماء. والأدب إخواني الكرام، يعني أذكر زمان أحد مشايخنا كان يعلمنا بعض الآداب التي اليوم للأسف لا نجدها لا في مجالسنا ولا في بيوت الله عز وجل. لا أقول لا نجدها عموما، ولكن قلت هذه الآداب التي كنا نراها زمان مع المشايخ ومع العلماء. فمن الآداب، شوف يعني هذا ربما الناس لا تراعي لها اهتماما أو لا ترعى لها بالا، كان يقول لنا شيخنا من آداب طالب العلم أنه إذا الشيخ قال كلمة ما تقولوش أحسنت. قالك من أنت لتقيمه وتقول له أحسنت؟
مع أنه هذه الآن شائعة عندنا، الشيخ يقول كلمة يقولوا إيه منيح أحسنت، من أنت لتقيمه؟ قال ولا تهز رأسك في حضرته، يعني إذا كان الشيخ يتكلم كلام وانت تدله هكذا يعني كأنك توافقه، من أنت لتحكمه؟ أنت أجلس حط رأسك واسمع وانتبه. قال ولا تذكر شيخا آخر في حضرته، وهذه اليوم شاعت، يجي لك واحد يستفتيك يقول لك شيخ وش رايك في هذه المسألة، تقول له كذا وكذا مما تعرفه من كتاب الله وسنة رسول الله، شي اللي تعلمته أنت ومن الفقه، تقول له هكذا وهكذا، يقول لك لكن الشيخ الفلاني قال لي هكذا. هذا لا يليق في حضرة الشيخ، يعني لا أن تذكر عالما آخر في حضرته لا يليق، هذا من سوء الأدب. ولا تسبقه في مشيته، إذا تمشي مع الشيخ ديالك تمشي مراه، لا تسبقه في مشيته، وأمور كثيرة أخرى يعني. لكن اليوم للأسف أعتقد أن الذي زاد الطين بلة هي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجلس خلف هذه الشاشات يعني ناس يعني من عوام الناس وربما حتى أطفال صغار، ثم تجده يكتب ويناقش عالما كتب مقالا، هذاك المقال شيخ صلى ركعتين يستخير الله عز وجل إذا يكتبه لا لا لا، ثم بدأ في البحث والاطلاع في الكتب ونشر مكتبته كلها أمامه، ثم خرج بمقال بعد أسبوعين أو ثلاثة من المدارسة ومن التعلم يكتب المقال، تلقى واحد 12 سنة 13 سنة البارح ربما دخل المسجد يرد على الشيخ ويقول له من أنت لتقول هذا الكلام وكذا. وهذه والله يعني مما ابتلينا به في هذا الزمن، وللأسف من خلال ما يحدث من مهاترات في وسائل التواصل الاجتماعي ومن سوء أدب مع مشايخنا ومع علمائنا، وصلنا إلى قاعدتين. القاعدة الأولى أنه صرنا نقدس كل ما يأتينا من الخارج، ولينا نقول إحنا ما عدناش علماء لأن علماءنا نحقرهم، لأن علماءنا نجادلهم، لأن علماءنا يجي أي واحد يقول له أنا أرد عليك، أنا أقول عليك، لا أنت ما تعرفش، لا أنت وين قريت، لا أنت شكون قراك. ولينا نستورد من الخارج علماء، إذا جبتهم لهنا الجزائر وحطيتهم مع طلبة العلم والله لا يجلس معه ولا يقارن به مع طلبة العلم، ناهيك عمن كان أعلم منهم أو من علمهم. والقضية الثانية اللي درناها مع بسوء أدبنا مع علمائنا ومشايخنا، القضية الثانية اللي درناها أننا أسسنا لخدمات جديدة، تعرفوا سيرفيس أبري فونت، خدمات ما بعد البيع تاع السيارات، احنا أسسنا لخدمات ما بعد الموت، ولينا علماء نقول لهم كي تموتون اعترفوا لكم بالعلم، ما دمتم احياء انت برودوي لوكال، تبقى منتوج جزائري ما دمت حيا، ما نحترموكش ما نقدروكش ما نحطوكش في مكانتك، اذا مت وجبت لنا شهاده وفاه هنا الكل يتكلم عليك والناس تحكي على مآثرك وتحكي على مؤلفاتك وتحكي على الشيء اللي خلفته. فهي للاسف وصلنا الى نتيجتين سيئتين بسوء تعاملنا مع مشايخنا ومع من سبقنا في العلم ومن سبقنا في الدعوه. وانا يعجبني كثيرا احد الدعاه لا اذكر اسمه، سمعته في صوتيه، قال انا دائما احسن الظن بكل من القاه من المسلمين، قال اذا لقيت واحد كبير عليا في العمر فنقول هذا خير مني عند الله. طيب علاش خير منك؟ قال هذا خير مني لانه سبقني بالطاعه، فهو طاع ربي انا كنت مازلتش، هذا نهار صلى انا ما كنتش الوجود، هذا نهار فتح المصحف وقال القران انا لم اكن موجودا، فسبقني في الطاعه فهو خير مني. طيب قلنا واذا لقيت اللي صغير عليك؟ قال لك واذا لقيت اللي صغير عليا فهو خير مني عند الله، نحترمه لانه خير مني. علاش خير منك؟ لاني سبقته في المعصيه، نهار عصيت ربي انا كان هو مازلتش، نهار عصيت ربي انا كان هو مش في الوجود، فهو خير مني ايضا. وهذا يعلمنا الادب ويعلمنا التواضع ايضا، والله هو المستعان عليه. الشيخ سامي وهو يتحدث عن بعض هذه الآداب، وأنا أحضرت معي التبيان في آداب حماة القرآن، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب وما ألف في هذا المجال الذي اجتمعنا لأجله. صاحبه الإمام النووي الشافعي المعروف، صاحب التصانيف العجيبة كالأربعين النووية ورياض الصالحين وشرح صحيح الإمام مسلم، عنده التبيان في أدب حمل القرآن، وهذا جامع لكل الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أو المشتغل بالعلم طالبا أو ملقنا، معنى التعلق بآداب المتعلم وآداب المعلم. مما ذكره قبل قليل الشيخ سامير أشار إليه الإمام النووي خصوصا مسألة ألا تمدح شيخا أو أن تثني على شيخ بحضرة شيخه، لأن هذا قد يحزنه،
هذا قد يحزنه، وأنت مطالب بأن يكون شيخك المثل الأعلى ولا تصل إليه بكلام جارح. يقول إمام النووي من بين ما ذكره، يقول: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته، فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم يقول: وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. أنا الكلام لو تقوله لبعض المتفيقهين يقولك: ما هذا التقديس لهذا الشيخ؟ لماذا تنزله فوق منزلته؟ وبشر. شو الآن حينما تذهب هيبة المعلم أو الشيخ من قلوب الناشئة، يقول لك: هو شخص كباقي الناس. وهذه الجرأة وسوء الأدب هذا قاد بعض من الناس إلى أن يسيئوا الأدب حتى مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث هذا في المسجد النبوي، وظن منهم أنهم يبتعدون عن الشرك وعن تقديس النبي صلى الله عليه وسلم فيسيئون الأدب معه، كقوله مثلا: هو الآن جثة هامدة في مدفنه صلى الله عليه وسلم. سوء أدب هذا، في بعض الأحيان سوء الأدب إلى أين يقود؟ مش فقط سوء الأدب مع العلماء، حتى مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا الكلام الإمام النووي: وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيد، ما تلعبش باليد بتاعك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن فلان قال خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسافر في مجلسه، تحدث بالسر مع صاحبك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر. شوف واحد يغتب في الشيخ تاعك، أن ترد غيبته، أنت مطالب بأن ترد الغيبة عن أحد الناس، فما بالك بالشيخ؟ فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. هذا كلام، هذه بعض النفائس من كلام الإمام النووي في كتابه التبيان في أداب حماية القرآن، وأنا أنصح إخواني بأن يقرأوا هذا الكتاب وأن يتدارسوا. وهذا الكتاب قد وضع له القبول ككل كتب الإمام النووي، ولعل السر في ذلك هو إخلاص الإمام النووي في كتبه، وضع له القبول. وهذا الكتاب تقريبا ومبرمج في كثير من المعاهد والمدارس والجامعات والمساجد، لأنه كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب العلم. وذكرني قبل قليل الشيخ سامي وهو يتحدث عن بعض الآداب أو بعض الأخلاق السيئة خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أيضا كنت قد حضرت في الكلام في هذا المنوال، وهي الآداب السيئة التي ظهرت مع وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا مع الفيسبوك، لأنه من أشهر الوسائل المستعملة. هذه الأخلاق السيئة التي ظهرت للأسف الشديد نقول عند طلبة العلم، كان العوام وتحدث عنهم موجود بكثرة، عامي لا علاقة له بالشريعة الإسلامية، لا علاقة له بالعلوم الإسلامية، يتجرأ ويتطاول على العلماء، وأيضا حتى ممن يحسبون على العلم وقعوا في هذه الفخاخ، فخة للأسف الشديد. وفي الغالب الأعم أقولها بملء فمي، في الغالب الأعم الذي يجعل الناس حتى من طلبة العلم ممن لهم أهلية ومستوى يقعون في هذا هو عدم تصحيح النية. النية فيها شائبة، على هذا الإمام النووي ركز على مسألة تصحيح النية في بداية كتابه، وأنا أحيلكم على التبيان مثلا في الصفحة 14
لما بدأ بآداب المعلم، ومن بعد الصفحة 21 آداب المتعلم، ركز على هذه النقطة. على سبيل المثال يقول الإمام النووي: الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. فصل: أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية في سورة البينة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام، حديث النيات، حديث عمر بن الخطاب معروف. فركز على هذه النقطة، على مسألة تصحيح النية. هذا أول ما ينبغي أن يراعيه الإنسان المشتغل بالعلم، كان طالبا للعلم أو كان معلما، معنى كان متعلما أم كان معلما، أن يصحح النية. إن لم يصحح النية، إن لم تصدق نيته في طلب العلم، فعليه أن يتوقف حتى لا يكون العلم وبالا عليه. زيد الحجة، حجة تكون الحجة عليه يوم القيامة، حجة أعظم، على الأقل إذا كان جاهلا الحجة عليه يوم القيامة تكون أخف. صح، إذا كان عالما ونيته خبيثة ونيته سيئة لم يقصد وجه الله تبارك وتعالى، الحجة عليه أعظم. لذا ورد في كثير من النصوص أن العالم الذي لم يعمل بعلمه أو غش الناس، هذا العالم يضعف له العذاب، لأنه ليس كأحد الناس، أوش إنسان عادي. من بين النصوص التي تدل على عظم العقوبة التي تسلط على العالم الذي لم يعمل بعلمه أو كانت نيته خبيثة، عندنا حديث الذي يقرأ القرآن لكي يقال قارئ، هو قرأ القرآن وربما أقرأ الناس، ولكن قرأ ليقال قارئ، فقد قيل أول ثلاثة تسعر بهم النار. وعندنا حديث آخر أيضا شديد اللهجة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أكتاف بطنه، تخرج الأمعاء تاعه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، يعني صورة بشعة تقشعر لها الأبدان. فيناديه أهل النار: يا فلان، ألست فلان، ألست فلان ابن فلان؟ فيقول: بلى. عرفوه، يعني يوم القيامة عرفوه، في الدنيا كانوا يعرفوه. ألست فلان ابن فلان؟ فيقول: بلى. يستغربون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ معناها كان داعية، كان إماما مبرزا، كان واعظا، كان عالما. يقول لهم: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. معناه لم يكن يعمل بعمله، غش الناس، في صفة من صفات المنافقين. يأمر بالمعروف صح وما يديروش، كما الإمام ينصح الناس باش يصدقوا بالكبش، كي جا للدار قامت صدقت بالكبش فعنف عليها، قالت له: انت مقبلة في خطبة العيد كنت تنصحنا؟ قال: لا لا، على الناس مش علينا احنا، يا أمركم بالمعروف لكن أنا لا أتي المعروف للناس، وأنهاكم عن المنكر، نصح أنا ندير المنكر هذا. هذا نوع من أنواع النفاق. ونقلت لكم يعني بعض النقول رائعة جدا التي تدل على النية حينما تكون خبيثة، على خبث النية، على انحراف النية، وهذا نستطيع أن نطبقه على ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، وكاين أدلة فوق العد والحصر. فقط الإنسان يتصفح أي صفحة من الصفحات، خصوصا من المشهورين من طلبة العلم، يجد العجب العجاب. أضرب لكم بعض الأمثلة، هذا واقع، مش نتكلم في النظري في التنظير. مثلا تجد بعض المشتغلين بالدعوة في وسائل التواصل الاجتماعي يعلق على كل شيء. يا حم باباك، أنت وش كنت يا؟ أنا أقول يعني أعرف حتى من أصدقائي يعلق على كل شيء، مباراة كرة القدم يعلق عليها، الملعب، حدث شيء في ملعب كرة القدم يعلق عليه، غلاء الأسعار يعلق عليه، انخفاض الأسعار يعلق عليه. أما الأمور السياسية حدث ولا حرج، كاش واحد يتكلم في السياسة. الأمور الدينية حدث ولا حرج. يا سبحان الله، أنت تتكلم في كل شيء. وفي بعض الأحيان تجد مثلا، هذه وجدتها في خصوص الأحداث الأخيرة، تجده يعني يكتب منشور بالبنك العربي، يقول، لا أذكر العبارة بالضبط، يقول: أنا لم أطلع على حيثيات القضية، وحينما أطلع سأكتب فيها. شنو هذا يا؟ معنى استناوني هذه. هذا الإنسان لو كان مثلا، لو كان مستشار مثلا في هيئة، مثلا هيئة
أمور الهيئات السياسية أو الاقتصادية، هذا عمله. حينما يطلب منه مثلا أن يقدم تحليلا أو أن يقدم خلاصة، لا هو أن يقول هذا الكلام، يقول مثلا ما عنديش المعطيات، معطيات غائبة عني حتى أستجب. هذا إذا كان هذا هو عمله، صح الإنسان ما عنده حتى علاقة، يقول أنا لم أطلع على الحيثيات ارتقبوني، هذا عجيب. خصوصا الذين يتكلمون باسم الدين يعلق على كل شيء. الآن الإنسان حينما يطبق ما يسمى بمسألة السبب والتقسيم، هذه نستعملها في علم أصول الفقه باش نبحث عن العلة، علة الحكم، السبب والتقسيم، نذكر كل الاحتمالات الواردة، لماذا يتكلم في كل شيء، ولماذا يعلق على كل شيء، ولماذا يرد على كل إنسان، نبدأ ونديره السبب والتقسيم. هل غرضه هو الدعوة لدين الله؟ ممكن احتمال هذا وارد أنه يدعو لدين الله. هل غرضه أن يبين أخطاء المذنبين؟ ممكن. هل غرضه أن يدافع عن دين الله؟ ممكن. ونجيب كامل الاحتمالات ومعدل الاحتمال. هل غرضه أن يبقى اسمه على الصورة بمعنى أن يظهر؟ احتمال وارد ولعله الأقرب، مع أن يبقى دوما في الصورة، دوما اسمي يبقى مشهورا، وهذا هو الأقرب. لأنه حين تجد إنسان يتكلم في كل شيء ويعلق على كل شيء، الأظهر والأقرب أنه يبحث عن الصيت وعن الشهرة. ما تقوليش أنه يدافع عن دين الله والغيرة، أخذته الغيرة عن دين الله، على دين الله، أبدا. وهذا من تلبيس إبليس. وسأنقل لكم بعض النصوص في هذا الصدد، والعجيب أن هذه النصوص نصوص قديمة، وهذه النصوص دونها عمالقة التزكية الذين درسوا النفس البشرية، أبو حامد الغزالي حجة الإسلام صاحب الإحياء، وابن الجوزي صاحب تلبيس إبليس، الأول شافعي والثاني حنبلي، وكلاهما يعني فصل في أمراض القلوب وأمراض النفوس تفصيلا عجيبا، وكأن النفس البشرية قد شرحت أمامهما، أمام ناظريهما، يعني عجيب. أذكر لكم بعض النصوص مما يصب في هذا المصب، وهو أن النية لم تكن لله، هو أن يذيع الصيت، أن يصير الإنسان مشهورا، أن يشار إليه بالبنان، فلان رد على فلان في المسألة الشرعية، فلان رد حتى على كبار الاقتصاديين، فلان رد على كبار السياسيين. ماذا بقي لك إذا كانت هذه النية؟ العمل تاع كله ذهب هباء منثورا. واسمحوا لي أن أقرأ لكم بعض النصوص أنقلها بحرفها. النص الأول لابن الجوزي يقول عليه رحمة الله، تابعوا معي جيدا إخوتي في الله، هذا النص مشتاي أنا أنقله بأمانة، يقول: وقد لبس إبليس على الكاملين، مش كلام على واحد مبتدئة، على الكمل، معناها على العلماء والعباد، وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين. هذا يتكلم عن صف من الناس قد ألفوا كثيرا. طبعا نحن لن نتهم أي شخص غزير التاريخ، نتهم بهذا الأمر، لكن نحن ننبه، وربي هو الذي تولى السرائر. مش من يقولش راك الآن تهاجم المؤلفين، واحد عنده غزارة التأليف، لا أبدا، وإنما نحن نضع القواعد العامة، هذه قواعد عامة ننبه إليها، ومن بعد كل إنسان الله حسيبه، نحن ماش نحاسب الناس، وإنما ننبه لهذه المداخل، هذه مداخل الشيطان. وابن الجوزي يقول بأنه قد لبس على الكمل، معنى هذا عالم وإبليس كالنخلو، هو هناك واحد عامي. ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين، ويكون مقصودهم الباطل انتشار الذكر، يعني يولي مشهور مذكور، وعلو الصيت والرياسة، الكلمة الرياسة دي مستعملة عند أهل التزكية، معناها يولي يشار إليه بالبنان، يترأس المجالس، هذا هو المقصود بالرياسة، وطلب الرحلة من الآفاق إلى المصنف باش الناس يرحلون إليه لكي يأخذوا من علمه. ومن بعد وش يقول؟ وينكشف هذا التلبيس، وقت تعرف بأنه هذا من تلبيس إبليس، معناها النية التي أظهرتها بأنها نيتك نشر العلم مش هي، مش صحيحة، وقت تكتشف هذا الأمر ذكرنا واحد الأسلوب واحد الطريقة. وينكشف هذا التلبيس بأنه لو انتفع بمصنفاته الناس من غير تردد إليه أو قرأت على نظيره في العلم، هذا هو المعيار. هذا الإنسان لو كانت نيته خالصة لله
إذا شف بأن الناس استفادوا بمصنفاته بلا ما ينسبوها إليه، أو الناس استفادوا من العلم عند غيره مشي عنده هو، والأمر كان عادي بالنسبة إليه، لم تتحرك نفسه، فرح بذلك. إذا كان هذا حدث وفرح بذلك، فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم، لو كانت نيته نشر العلم يفرح أن العلم ينتشر على يد غيره أو ينتشر بمصنفات غيره. إذا كان فرح أنا نعرف بأن نيته كانت لله، ما يهموش انتشر العلم به أو بغيره. وقد قال بعض السلف: ما من علم علمته أو علمته إلا أحببت أن يستفيده الناس من غير أن ينسب إلي، هذه تكون نيته لله. ومنهم من يفرح بكثرة الأتباع، وهذه نشوفوها في فيسبوك لما شوفوا شحال واحد ديال الجام والصفحة تاعك شحال يتابعوها، وتولي تنافس مع الصاحب تاعك وعنده 10,000 وانا عندي 20,000 متابع، اما اذا وصلت للمليون حدث ولا حرج. فيشعر بتلك العزة، بذلك الفخر، او بتلك النشوة، اللي عنده نشوة لان عنده كثرة الاتباع. ويلبس عليه إبليس بأن هذا الفرح لكثرة طلاب العلم، حتى هنا يزيد يعبسها له، يقول له كثرة الأتباع كثرة طلب العلم، معنى العلم بتاعك انتشر، والعلم كل ما ينتشر كل ما ينتشر فإن المعلم الشيخ عنده مثل أجوره معروفة وبمثابة الصدقة الجارية. وإنما مراده كثرة الأصحاب واستطارة الذكر، ينتشر ذكره، ومن ذلك العجب بكلماتهم لما يمدحوه فإنه يعجب بكلماتهم. وشوف الإمام النووي، الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في الإحياء، من أعجب ومن أروع ما قرأت لأبي حامد الغزالي، خصوصا في ربع المهلكات وربع المنجيات. هو عنده الكتاب توحي علوم الدين في الغالب مطبوع في 4 مجلدات، عنده ربع العبادات، يتكلم عن العبادات معروفة، طهارات، طبعا على مذهب الشافعية إنه شافعي المذهب. وما عنده ربع العادات، تكلم فيه عن البيوع والزواج وما إلى ذلك، وبعد يتكلم عن ربع المهلكات أمراض النفوس، ومن بعد ربع المنجيات. في ربع المهلكات وش يقول الإمام أبو حامد الغزالي، وتابعوا معي جيدا كلماته، والله كأنه يصف حالنا. لما تكلم عن الرياء، بدأ بالرياء، وطبعا تكلم عن العجب وعن الكبر، والمهم كلامه في الرياء، وقسم الرياء إلى أقسام. قال: الثالث الرياء بالقول، شوف المراءة بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار. تلقى واحد الإنسان يقول لك هذا محدث العصر، هذا حافظ صحيح الإمام البخاري، يحفظه بأسانيده، هذا وش معنى حفظ الأخبار والآثار؟ شو علم شريف، علم الحديث وعلم الإسناد. ولكن شوف إبليس كيف يلبس حتى على العلماء، هم يذكرهم كامل من أهل الرياسة، أي من أهل الفضل، ما هوش تكلم عن العوامة، هنتكلموا عن أهل الفضل وعن أهل المكانة. ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل استعماله في المحاورة، معنى يحفظ الأخبار والأحاديث باش يحاور، هذه شوف النية تعوين. وإظهارا لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، تلقاه يتمتم وليس غرضه العبادة إنما غرضه الرياء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يكون الخلق حاضرين. وإظهار الغضب للمنكرات، كثير من الناس الذين يكتبون في وسائل التواصل يقول لك أنا غرضي هو أن أنكر المنكر، يقول لك أهل المنكر وأهل البدع يحاربون الدين وأنا أنافح وأدافع عن الدين. شوف النية التي يظهرها، لكن النية المبطنة شيء آخر، أمر خطير جدا. وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي، هذه نديروها كامل حنا يا أقول للأسف الشديد، شوف الناس هم منهمكين في المعاصي ويذكرها بصوت عال. هذا فيه أمران، الأمر الأول هو تحقير الناس وذم الناس، وفي الغالب الأعم هو غيبة الناس، كي يحب يغتاب واحد يغتابه بهذه الطريقة، يقول لك فلان ما شاء الله هو عالم وينفع الناس ولكن عنده بعض البدع، هذا من تلبيس إبليس. أنت في الظاهر هو يبكي على الدين، يتحرق على الدين،
هذا المحذور الأول، هو أنه يطعن في الناس. المحذور الثاني وشنو هو؟ هو مدح للنفس. لما تقول الناس موقع في المعاصي وش معناه؟ وتتحصر، معناه أنت ماكش واقف في المعاصي، معناها يقع في محذورين. شوف إبليس كيف يكلخنا، يوقعك في الغيبة لكي تحط من أقدار الناس، تريح لهم قدرهم، والأمر الثاني تمدح نفسك من حيث تزوق الكلام وتجمل الكلام، مدح النفس بطريق غير مباشر. خرجك حتى واحد يقول لك انا فوري طيب، ويجي يمدح نفسه يقول لك انا عظيم وانا اعلم الناس، لا ما يقولكش هكذا يا رب، وانما يتحسر على الناس. انت تفهم بمفهوم المخالفه بانه يمدح نفسه، لانه الكلام هذا يا الكلام فيه حقيقه وفيه مجاز، فيه منطق وفيه مفهوم. على هذه علماؤنا واش قالوا في نفتحوا قوس صغير في الفقه الاسلامي، لما واحد يقول شخص يقول مثلا أمي لم ترتكب الفاحشة، يمدح أمه، العلماء يقولوا هذا قذف. هو في الظاهر مدح نفسه لكن في الحقيقة قذفه، معنى الأم بتاعك ارتكبت، هذا هو المعنى. خرج من شي واحد يتلاعب بالناس يقول لا، يقول أنا مدحت أمي فقط، لا مصح يفهم من الكلام أنك قذفت الشخص ويقام عليه حد القذف. على هذه كيف الإنسان الذي يذم الناس، هو في الظاهر يذم الناس ويتحصر على الإسلام، ولكن في حقيقة الأمر هو يمدح نفسه. لذا الإنسان لابد أن يعرف يعني الكلام، استعمال الكلام. وش يقول أيضا مثل الكلام؟ يقول وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي، وتضعيف الصوت في الكلام، وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن، وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ، والدق على من يروي الحديث ببيان خلله في لفظه ليعرف أنه بصير بالأحاديث. لقي صح الناس الأحاديث مثلا يقول أخطأ في هذه اللفظة، هو في الظاهر أنه يصح الحديث لكن في الباطن يمدح نفسه. والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه، مش يقول هذا مختص في الحديث. والمجادلة على قصد إفحام الخصم ليظهر للناس قوته في علم الدين، والرياء بالقول كثير وأنواعه لا تنحصر. هذه كم دخل في الرياء بالقول. وطبقوا هذا الكلام تاع الإمام أبي حامد الغزالي على ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي. زيدوا النوع الخامس، وهذا أيضا عجيب أيضا. النوع الخامس يقول المراءات أي الرياء بالأصحاب والزائرين والمخالطين. معنى هذه المراءات كما يقبلون تراجع أيضا يدخل فيها الرياء. واذكر أمثلة كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء. وش معنى يستزير؟ يطلب منه زيارة، يروح عند واحد العالم يقول زورني. وش الغرض تاعو؟ عنده غرض خفي، لما تكون النية خبيثة باش يقول بأنه أنا نعرف العالم هذاك أرجع عندي. شو كيفش النية هذا؟ وش معنى أن يستزير عالما؟ تجيب عالم باش ينفع الناس ما فيش إشكال، بصح تجيبه باش تقول هذا جاء خصيصا لي أنايا، معنى هذا فيه مدح للنفس. ليقال إن فلانا قد زار فلانا أو عابدا من العباد، ليقال إن أهل الدين يتبركون بزيارته ويترددون إليه، أو ملكا من الملوك حتى في أصحاب الدنيا يدخل فيها تاني. وإحنا هذه عدنا، يكون واحد قاعد مع واحد في التليفون، فلان تعرف فلان أنا نعرفه، ويفر من النميرة ويتكلم معه، غرضه باش يعرف فلان سواء كان من أهل الدين ولا من أهل الدنيا. ها يقول لك الوالي الفلاني أنا عارفه، ويفهمي صح بك يعرفه صح ويهدر معه. فبالتالي معنى يريد أن يجعل لنفسه مكانة حينما يكون قارينا لأهل الدين أو لأهل الدنيا يصاحبهم، فيجعل لنفسه قيمة. هذا كامل دخله في الرياء أبو حامد الغزالي. أو ملكا من الملوك أو عاملا من عمال السلطان، يقال إنهم يتبركون به لعظام رتبته في الدين. وزيد مثال آخر وهذا نقع فيه كثيرا، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليرى أنه لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بشيوخه، ومباهاته ومراءاته تشرشح منه عند مخاصمته. لما يدار مع واحد في الضمان تاعه مثلا طالب علم وتبدأ المحاججة وتكون نية تاعه هو أن يفحم الخصم، وش يقول له؟ يقول أنت شكون الشيوخ تاعك؟ أنا الشيوخ تاعي فلان وفلان وفلان، ونبدأ يعدد في الشيوخ. معنى هذه حتى الرياء المراءات بالشيوخ تاني، ما بقاش الأمر لله.
فيقول لغيره: من لقيت من الشيوخ؟ وأنا قد لقيت فلان وفلانا ودرت البلاد وخدمت الشيوخ وما يجري مجراه. فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون، وكلهم، شوف شيء يقول مع الأخير، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. انتهى كلامه. هذه بعض الأمثلة وبعض النماذج إخوتي في الله ذكرها، قلت ذكرها علماء متقدمون، ابن الجوزي وأبو حامد الغزالي، وكأنهم يصفون حالنا الآن. لماذا؟ لأن هذه الأمراض هذه هي نفسها أمراض القلوب، هي أمراض القلوب. في القرن الأول للهجرة ولا الثاني للهجرة ولا الثالث، لذا احنا لما نقول القرآن صالح لكل زمان ومكان، القرآن لما يتكلم عن صفات المنافقين تقول المنافقين كانوا غير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المنافقون موجودون في كل مكان. القرآن لما يتكلم مثلا عن صفات الظالمين وعن صفات المجرمين الذين يتعدون حدود الله مثلا، ولا عن صفات المؤمنين وصفات الصادقين، الصفات موجودة في كل زمان ومكان. على هذا القرآن الكريم الصح لكل زمان ومكان. إذن هذه الصفات التي ذكرها هؤلاء في القرن الخامس الهجري أو السادس الهجري تصلح لزماننا. وكثير من الأسف الشديد ممن يشتغلون بطلب العلم يقعون في مثل هذه الأخطاء، ربما عن حسنية وربما عن سوء نية. إذا الإنسان أهم شيء بالنسبة لطالب العلم إذا أراد أن يزكي نفسه، أهم نقطة هي تصحيح النية. لما نقول تصحيح النية خلاص كل الأمور الأخرى تأتي في السياق سهلة. إذن الانطلاقة هي تصحيح النية، إذا صح الإنسان نيته. وطبعا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، مش أمر سهلة. أحد العارفين نسيت اسمه الآن لم يدرك بأنه كان يصلي لله إلا بعد 40 سنة. 40 سنة ما فاتوش تكبيرة الإحرام مع الإمام، 40 سنة. بعد 40 سنة ما حضرش في الصف الأول وفاتوا تكبيرة الإحرام، أثناء الصلاة أحس بحياء وخجل، ما قدرش يعرف وش معنى خجل. خجل من الناس، خجل من الناس. بعد 40 سنة أدرك بأن تكبيرة الإحرام اللي كان يدركها مع الإمام تكون لله، خشكم كانت لله، لا يستحي من الناس. وعلى يستحي من الناس، شو كيف إبليس يلبس عليك. أما مو سهل على هذا الإنسان يجاهد في تربية نفسه وتهذيبه وفي تصحيح النية، ويطلب المدد من الله، ما يقولش بشطارتي خاش ربي يبتليك. والله يبتليك بابتلاء صغير بك، الدنيا بك يفتح لك أبواب الدنيا، شوية مال ولا شوية شهرة راحت فيها كامل. والشهرة هذه ابتلاء عظيم، الناس ربما يبحثون عنها ويدفعون الأموال الطائلة من أجلها، لأن الشهرة وذيع الصيت هذا من الأمور التي تحبذها النفس، تشتهيها، هي من الشهوات. والنفس البشرية تميل إلى الشهوات خاش تخرج على النفس. فبالتالي هذا الأمر والله الأمر صعب جدا. على هذا الإنسان يجاهد النفس ويتبع الطريق الشرعي في تهذيب النفس، وكان طرق كثيرة جدا منها ملازمة الشيوخ والأخذ من أخلاقهم، وزيد ما تنساش طلب المدد من الله. ما تقولش أنا بالجهد التاعي وبقيام الليل، لا، الدعاء، أدعي رب سبحانه وتعالى باش ما يفضحكش، باش يثبتك وباش يختم لك بلا إله إلا الله. وإحنا عندنا حديث عظيم وشديد اللهجة نعرفه كامل، هو الحديث الرابع من أحاديث 40 النووية، حديث شديد اللهجة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يبدو للناس، ظاهر تاعو مريقل مؤمن مواطن صالح، حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع، بينه بالجنة ذراع، معناه خلاص أوشك على دخول الجنة، معناه رجله في الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العكس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع، معناه خلاص خطوة واحدة ويدخل في النار، سبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هنا الحديث من إشكالات، هذا من مشكل الحديث هذا. كيف شو واحد حياته كامل هو طائع ربي، في آخر حياة ربي يفضحه ويختم له بسوء الخاتمة يدخل النار، وواحد كامل حياته كامل هو في المعاصي والذنوب ودير الحلم التوت كما يقال، وفي آخر حياته بيختم له بحسن الخاتمة يدخل الجنة؟ إذن هذا ظلم؟ لا، حاشا، ربي موش ظالم. الجواب شو؟ الجواب سهل جدا، وهو أن الله عز وجل عامل الشخصين، عاملهما بسريرتهما. وش كان مخبي الداخل؟ وش كان داخل القدرة؟ اللي كان ظاهر للناس أو ظاهر، صار لي كان مخبي الداخل ربي اللي عارفه.
هذا فضحه وهذا فضحه، هذا فضح الخبز اللي كان في قلبه، ربما كان يعبد وكان متكبر. احنا شاهدنا هذا الامر، لاحظتوا ربما في بعض الاحيان لما تضرب الزلزله نلقاو بعض الناس من اهل المساجد بين قوسين تلقاه يتكبر على الناس، ماشي وينفخ في روحه كي يشوف الناس خايفين. الامر طبيعي ان الانسان يخاف من الزلزله، كش واحد ما يخافش من الموت كامل، فلما يشوف ناس خايفة وهاربة هو يمشي ويتقمقم كأنه يقول للناس أنا نطيع ربي ما يش خايف من الموت، وانتم عليكم عاصين ربك وخايفين من الموت. هذا كبر هذا، هذه طاعة مزيفة هذه. بالعكس لو كنت طيع ربي سبحانه وتعالى والسريرة تاعك موافقة للظاهر تاعك وكنت متواضع تتواضع للخلق وتتواضع للخالق، ما تقولش بين يسلك، شكون قالك بين يسلك؟ هذا واحد ما يضمن لك الجنة إلا إذا كنت نبيا أو رسولا أو من المبشرين بالجنة، عندك نص بأنك من أهل الجنة، ماكش من أهل الجنة، واحد مو ضامن على هذه الإنسان، ما يتكبرش على الخلق. احنا في بعض الأحيان للأسف شديد بعض طلبة العلم لما يشوف بعض الناس مثلا أهل المساجد أو من أهل الدنيا يتكبر عليهم ويحكم عليهم، واحد مثلا ماهوش لابس مليح ما يعرفش يهضر مليح ما عندوش العلم تتكبر عليه تقول هذا من حثالة الناس من آحاد الناس مع الناس، بالك هذا عند ربي قطع أشواطا في غرف الجنان، وانت بالك يوم القيامة ما بتخش للجنة، شكون قال لك؟ انت عندك بطاقة خضراء جبتها مع ربي سبحانه وتعالى، واحد ما ضامن الجنة لنفسه. على هذا الإنسان عليه أن يصلح سريرته وأن يتواضع لله، وأن لا يحكم على الناس من خلال المظاهر، المظاهر خداعة. المظاهر خداعة. على هذه يوم القيامة ربي لما يبلي السرائر يفضح المستور اللي كاين في قلوبنا، إن شاء الله تكون السرائر تاعنا كيما الظواهر تاعنا. تكون نقية، بصح لما ربي يفضح المستور يوم القيامة كيما ذاك الحديث تاع تندلق أكتاف بطنه، هذاك يوم القيامة باش الناس عرفوا في الدنيا كان مقدم كانت له الرياسة أنه كان واعظ وطلع فوق المنابر، يوم القيامة لقاه في النار يدور، معناها ربي أبلى السرائر ظهر المستور. على هذا احنا في الدنيا احنا الإنسان يتأدب ويتواضع للخلق، ماكش خل من الناس. ربي إذا أعطاك ميزة وأعطاك نعمة أحمد ربي عليها وقول ربي كما يقولوا يدوم عليك الستيرة ما يفضحكش. أما نحكموا على الناس ولا دخلوا للجنة ولا دخلوا للنار ولا دخلوا إلى أسفل السافلين، من أنت؟ من أنت حتى تحكم على الناس وتكبر على الناس؟ يقدروا زوج ماتوا، واحد مات ساجد في في في, في الجامع، واحد مات في التبنى أكرمكم الله، احنا هذاك نحكموا عليه نقول هذا حسن خاتمه سوء الخاتمه. يقدر هذاك اللي مات في الجامعه شفناه ساجد دخل باش يسرق، دخل يسرق وهو بيقبض الروح تاعو هو ساجد ونيته تاع السرقه، احنا في الدنيا نحكموا عليه بان حسن الخاتمه ونبداو نذكروا في المحامد تاعو وكذا وكذا، هو مات سارق، وهذاك اللي مات في الحانه كرمكم الله ربما دخل باش ينصح الناس وهو بيقبض الروح تاعو لداخل. احنا في الظاهر هذا وشفنا، لكن الحقائق شيء اخر. على هذه الآية شديدة اللهجة، يوم تبلى السرائر إنسان يحط رجليه في الأرض. إذا ربي أعطاك ميزة علم ولا أعطاك الوجاهة عند الناس لأنك مسموعة ومحبوبة عند الناس، ولا أعطاك منصب ولا أعطاك مال، أحمد ربي سبحانه وتعالى على النعمة وقل يا ربي اجعل هذه النعمة موظفة في طاعتك، وما تكبرش على الناس بهذه النعمة. أقف عند هذا الحد.